سيداتي يعني سيدي سادتي اعزائي الركاب، كابتن جلال بيحييكم ويطمئنكم. الله يخرب بيوتكم، راكبين عربية ارشميدس كده هتطلع لك سنان يا برعاش نعيم. افهم في السياسة انا الشعب. اتهاد بالتاجر في المخدرات قطاع صح ولا حتين كده؟ قلت له صح بس حاجة. فنان نجاح الموجي الذي قدم العديد من الأعمال المميزة والمختلفة على مدار مشواره الفني، والتي تظل أدواره المختلفة حاضرة في أذهان مشاهديه. هتسيب مستشفى المجانين وتعيش مع مجانين تانين، ما هي دنيا تكن العقلين، اوعى تروح بقى في الباي باي. اسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي، واشتهر بنجاح الموجي. ولد في 11 من يونيو 1945 في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخة بمحافظة الدقهلية. حرص الموجي طيلة حياته أن يتعلم حتى حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ولم يترك الموجي وظيفته في هذا المجال نهائيا إلى جانب عمله في مجال الفن، حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة في عمله. كله تمام؟ كله تمام يا بيه. مش دي عربية كمان كريم؟ ايوه خلصتها؟ غيرت البوجيهات والكونتنسر والابلاتين وبقت اخر فل. طيب جربتها؟ لا هي ما دارتش في الحقيقة. ليه؟ انا معرفش، انا عملت اللي عليا وبقى على الله بقى. كان أول من منحه فرصة التمثيل المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم، حين أسند إليه دورا مهما في مسرحية فندق الأشغال الشاقة عام 1969 بعد تخرجه من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، إذ بدأ حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينيات. بعدها انطلق الموجي وتألق في سماء الفن والتمثيل، وقدم نجاح الموجي برنامجا إذاعيا ناجحا بعنوان مسرح الكاريكاتير بعد أن ترك فرقة ثلاثي أضواء المسرح، حيث كانت الأدوار التي كانت تنسب إليه لم تكن ترضيه على الإطلاق. عايز أقول لك يا مرعاشلي إن الأسهار ولعت نار. مش سامع؟ أنت لا سامع ولا فاهم ولا شايف ولا دافع ولا أنا عايز منك حاجة. أثرى نجاح الموجي شاشتي التلفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيدا كبيرا خاصة في المسرح، أهمها دوره في مسلسل أهلا بالسكان عام 1984، أربعة في مهمة رسمية مع الراحل أحمد زكي. بقى حضرتك عايز ترجع في كلامك؟ تصور انت فكرتني بالزبون اللي عملها معايا مره واحده بس في حياتي. كنت انا وهو متفقين على 10 جنيه وربع. بعدين هو بقى كان عايز يدفع 10 جنيه بس. بعدين ولا قبلين لو عند حضرتك وقت نروح نزوره سوا في مستشفى القصر العيني. والكتكات الذي قدم من خلاله شخصية الهرم تاجر المخدرات، والحب في طابة وليه يا بنفسك الذي حصل من خلاله على جائزة الهرم الفضي، والحب فوق هضبة الهرم وطأطأ وريكا وكاظم بي مع الراحل كمال الشناوي. سمو الأمير يا نهار اسود يا جدعان، ده أنا طلعت حمار بشكل مش حمار وبس، ده حمار ببردعة وراكبه جحش. قال لي أنا عمال أعلمك وأديك دروس ونظريات وأنت ننوس عيني عامل نفسك أهبل وبريالة. أخ منك أنت، ده أنت طلعت ده يا مسيحة. وتوفي نجاح الموجي فجر يوم الجمعة 25 من سبتمبر 1998 بالقاهرة، وذلك إثر أزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح، إذ كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب. إحنا ما نروحش للحرام، الحرام هو اللي بيجي لحد عندنا. الله يخرب بيوتكم، راكبين عربية أرشميدس. أفهم في السياسة أنا الشعب. اتهاد بالتاجر في المخدرات قطاع صح ولا حتين كده؟ قلت له صح بس حاجه.